أتواجد في تدشين كتاب ألم وأمل مذكرات السيد مرتضى السندي، صياغة بعض من التجربة اللي مر بها. احنا ينقصنا دائما قضية التوثيق وقضية الكتابة، لأن هذه بالنتيجة تجربة ملك إلى شعوبنا، ولا بد من كتابة هذه التجارب لكي يستفيد منها، تستفيد منها الأجيال القادمة، تستفيد من الأخطاء اللي مرينا بها، تستفيد من نقاط القوة اللي مرينا فيها، من أجل أن لا يتكرر الخطأ، من أجل أن نراكم التجارب، من أجل أن ننتقل بهذه التجارب إلى مستويات النجاح المطلوبة. والصراع في الحقيقة هو صراع أخذ ورد وجولات وكر وفر ونقاط في الحقيقة بيننا وبين أعدائنا، إلى أن نصل في يوم من الأيام إلى تحقيق الضربة القاضية إن شاء الله. هذه مثل هذه المذكرات، مثل المذكرات السابقة اللي كتبوها، كانت جدا جدا مفيدة. أعتقد إذا كل واحد منا يدون التجربة ماله ويبعد شوية الأمنيات وما شابه، خصوصا بعض التجارب لا تزال ما ممكن البوح بها كاملة، لكن لا أقل النقاط اللي تفيد شعبنا واللي تأسس إلى جهاد من أجل الانتصار، جهاد من أجل قتل الأمل في نفوس أعدائنا وتيئيسهم من ناحية أن يستطيعون الانتصار علينا والتغلب علينا. شكرا لسماحة السيد لتدوين هذه التجربة، ونأمل من البقية أن يدونوا، ولا شك أن في التدوين تحتاج مراجعات ومراجعات حتى تخرج إلى العلن.